روتين البشرة الحساسة، تفتيح البشرة، توحيد لون البشرة، إزالة التصبغات، إزالة الروز السوداء، يعطي البشرة نظارة، يعطيها إشراقة، يعطيها بياض. البشرة الحساسة تعاني من شيء، إنه كل ما يخلون شيء على وجههم يقوم يحك، لو يحمر، لو يقوم شلون يقرص. البشرة الحساسة تتعامل وياها بطريقة تدريجية. يعني مثلا هسه هنا شنو عندنا؟ عندنا هذا كريم مفتح البشرة ومرطب من بنزين البشرة الحساسة، عندنا هذا الغسول البايودرمال للبشرة الحساسة، عندنا هذا الواقي البايودرما همات البشرة الحساسة وبنسبة لون. شلون اتعامل ويا البشرة الحساسة وانا بس اخلي شيء بشرتي تقوم تقرص وتحك؟ يعني تدريجيا. يعني الواقي هو مو يتخلى بالنهار حماية من الشمس 4 ساعات ويتغير، انت خليه ساعة وغسلي، خلي البشرة شوية تعود عليه. الغسول على السريع غسلي بيه، خليه وغسليه على السريع. اما الكريم الليلي لا تخلينا قبل من الليل لحد الصبح. يعني الكريم خليه اول اسبوع على ساعة ساعة، ثاني اسبوع ساعتين ثلاثة، انه بتقومين تخلينا من الليل لحد الصبح حتى البشرة شوية تتعود عليه، تتأقلم عليه. يعني لا تفاجئيها بشي قبل بمواد وهي تتحسس، فشوي تدريجيا يصير شغلهن احسن وما يحسس. طبعا نسبة القوي اللي فض عندي 30 ب 30 60 و20 80 الف يسوون، انه بهذا الفيديو كله بهوايه